وينضم معنا مباشرة الآن مراسل أون لايف إبراهيم عزت من أمام مجلس الوزراء. مرحبا بك إبراهيم. أهلا بك نهى، تحياتي لك. بداية إبراهيم نريد أن نتحدث معك عن اليوم، سيؤدي المحافظون والجدد وتسعة وزراء بحكومة المهندس شريف إسماعيل اليمين، ماذا تم حتى الآن؟ نعم، أتواجد منذ ساعات قليلة ماضية هنا في محيط مجلس الوزراء، هذا المجلس الذي ينتظر وصول السادة الوزراء الجدد عقب حلف اليمين أمام السيد الرئيس. جاءت لي معلومة أن حلف اليمين سيكون في تمام الواحدة ظهرا في قصر الاتحادية بالتأكيد أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. دعيني أقول لك الأجواء، أيضا هناك تسعة وزراء جدد سيؤدون اليمين الدستورية، و أيضا عدد من السادة المحافظين، هناك عدد ثماني محافظين جدد وحركة انتقالات، هناك يعني أيضا محافظ الإسكندرية. إبراهيم، خمسة محافظون أم ثمانية محافظون جدد؟ نعم، إلى الآن لم يكن هناك معلومة رسمية صدرت حول هذا الموضوع، ولكن دعيني أقول لك أن سيكون في الواحدة ظهرا، ودكتورة سحر نصر هي فقط من التشكيل الوزاري القديم، ولكن ستعيد حلف اليمين اليوم أمام السيد الرئيس بحكم أن تم إسناد المهمة الجديدة والحقيبة الوزارية، حقيبة الاستثمار، لتصبح وزيرة الدولة للتعاون الدولي والاستثمار، ستعيد اليوم ستحلف أيضا مع السادة الوزراء. أيضا السبت القادم سيكون هو الاجتماع الأول للسادة الوزراء الجدد مع السيد المهندس شريف إسماعيل هنا في مجلس الوزراء، هو الاجتماع رقم 64 للمهندس شريف إسماعيل هنا في مجلس الوزراء بحضور الوزراء الجدد، وكانت هناك تصريحات للمهندس شريف إسماعيل أنه سيجتمع مع الوزراء الجدد منفردا قبل الاجتماع العام الذي سيضم السادة الوزراء. أيضا دعيني أقول لك أن بالأمس المهندس شريف إسماعيل استقبل عدد من السادة الوزراء السابقين الذي يعني تم إنهاء المهمة والذين كان يتولوها هنا، منهم سيادة الوزير أشرف العربي وزير التخطيط السابق، وأيضا المستشار مجدي العجاتي الذي تواجد وأكد أنه يعني راضي عن الفترة التي قضاها هنا في وزارة المهندس شريف إسماعيل. دعيني أيضا أشاركك بالأنباء الذي جاءت لنا حول المحافظين الذين سيؤدون اليمين الدستورية أيضا أمام السيد الرئيس اليوم ظهر اليوم عقب. نعم إبراهيم، يعني إبراهيم الآن لأول مرة جاءت هناك لنا أنباء. إبراهيم تسمعني، وصول عدد من المحافظون والوزراء الجدد لقصر الاتحادية. نعم. لأداء اليمين الدستورية. نعم إبراهيم. نعم، هذا هو ما كنت أشير إليه لبنى. نعم. ودعيني أن أشاركك بالأسماء التي جاءت إلينا حول السادة المحافظين الجدد. الأسماء التي جاءت إلينا سيادة اللواء محمد الزملوط، وهو الذي كان قائد المنطقة الشمالية العسكرية السابق، وتم التقاعد في يناير بحكم نشرة القوات المسلحة التي تصدر مطلع العام الجاري، وتجدد الثقة من جديد ليكون محافظا للوادي الجديد. وأيضا من الأسماء المهندسة نادية عبدو، وهي نائب محافظ البحيرة الحالي، من المرجح توليها حقيبة المحافظة كأول امرأة تتولى منصب محافظ مصر في تاريخ مصر الحديث، وأيضا اللواء أحمد شعراوي محافظا للدقهلية، و بالإضافة لمحافظة أسيوط ومحافظة أسوان. هذه هي أنباء جاءت إلينا وأسماء وردت إلينا شاركناكم بها هنا من وسط القاهرة في انتظار حلف اليمين، ويأمل المصريون وينتظر المصريون جميعا هؤلاء السادة الوزراء والمحافظين بالتأكيد لضرورة حل بعض المشاكل التي يعانيها الشارع المصري في هذا التوقيت. نعم. وكما تتابعي يعني حالة الطقس، ربما الأمطار تفضل. نعم إبراهيم، يعني نؤكد معك بأن اجتماع يعني رئيس الوزراء مع الوزراء الجدد سيتم في يوم السبت المقبل. نعم.
نعم إبراهيم نشكر نعم مراسلنا. نعم وهو الإجماع رقم 64 للمهندس شريف إسماعيل. نعم إبراهيم مراسلنا مراسل أون لايف كان معنا من أمام مجلس الوزراء، نشكرك جزيل الشكر إبراهيم.